بالتمرين أنت لو تسوي فوكس على عضلة معينة عشان تستهدفه، فالكارديو يسوي يعني بيزكلي يعني يسوي استهداف لعضلة القلب. هو أصل الكارديو استهداف لعضلة القلب حتى ينضخ الدم في الجسم أكثر، وإذا انتشر الدم في الجسم أكثر نقل مع المواد المغذية، فهو هذا يعني الاستهداف، يعني استهداف عضلة القلب. الدم إذا انتقل في الجسم فيه أكسجين وفيه نايتروجين يعني مواد مغذية، فهو يعني هو أول شيء بيكون الاستهداف على القلب ثم العضلات الأخرى. كيف يكون الاستهداف؟ بحيث أنك ترفع نبضات قلبك الهارت ويت، يعني ترفع عدد النبضات كم بالدقيقة النبضة، فهنا بينتقل تنتقل المواد المغذية وبيصل الدم إلى الأماكن اللي هو ما كان يصل. أنا دائما أقول ويزعلون علي أن يقول أن المشي مينيموم، يعني ما هو برياضة، لكن بعد المقاومة لا يختلف. وإذا كان ممشاك سريع نبضات قلبك فوق 120 تحت 140، هنا أنت رفعت نبضات القلب فصار رياضة. الكارديو له طرق كثيرة، واجد طرق، يعني من أهمها الفاستد كارديو، يعني الكارديو على الصيام. وهذا طبعا لما يجي جسمك يمتص مصادر الطاقة مو بلاقي شيء، بيلقى جليكوز من أمس قليل بيكمل الباقي من الدهون اللي مخزنة. وغير كذا اللي هو الجنرال هيلث، يعني انك تسوي كارديو للصحة، او انه يكون الكارديو اللي هو فات بيرنر لحرق الدهون. الاشياء الغريبة انه يجيك ويقول لك انا زهقت من التريدميل، انا ركبي توجعني، انزل من التريدميل وتلفت يمينك ويسارك، شوف الاوبشن، شوف كم الخيارات عندك، دراجة وتريدميل وأوبتكال. وإذا صحيت الصبح سو هوم ورك أوت، اللي هو ورك يعني لانجز بوش أب سكوات، هذا يعتبر بعد كارديو. ترى معلوم إن الوقت ما يمشي في الكارديو، لكن اشغل نفسك تلفونك شوف لك أي شيء. أما إذا فجأة تنتظر الساعة معروف إن الوقت في الكارديو ما يمشي.